يعتبر البابونج من أقدم النباتات البرية المعروفة في تاريخ البشرية، وقد استخدم كنبات مساعد في القضاء على العديد من المشاكل الصحية منذ العصور القديمة. أكثر أنواع استهلاكه شيوعاً هو الشاي. هذا الشاي الذي يستخدم لأغراض علاجية في ثقافات مختلفة بخصائصه المضادة للبكتيريا، يمنع حدوث العديد من الأمراض من خلال توفير فوائد لا تصدق لجسمنا عند تناوله بالكمية المناسبة في المساء بفضل حوض المعدني العالي. ما هي فوائد تناول شاي البابونج بانتظام؟ كم ومتى يجب أن تستهلك؟ دعونا نفحصها معا. يمكنك الاشتراك في قناتنا مجانا قبل الانتقال إلى المزايا. نحن هنا مع فيديو إعلامي جديد كل يوم. ما هي فوائد تناول كوب من شاي البابونج غير المحلى في المساء؟ هذا الشاي مفيد جدا لصحة الكبد. عند استخدامه بدون سكر فإنه يساعد أنسجة الجسم على التخلص من السموم. الكبد عضو يزيل السموم من الجسم. يدعم البابونج وظائف الكبد بقدرات، كما أن لديها أنشطة إيجابية لصحة القلب والأوعية الدموية بمضادات الأكسدة العالية والفليفونويد. ينظم ضغط الدم ويوازن كمية الدهون في الدم مع الأحماض المفيدة. بالإضافة إلى ذلك، يحتوي نبات البابونج على مادة تحفز النوم تسمى أبيجن. تحفز هذه المادة المضادة للأكسدة تنشيط هرمون الميلاتونين الذي تفرزه الغدة الصنوبرية الموجودة أسفل الدماغ مباشرة، وتؤدي إلى النوم لدى أولئك الذين يعانون من توقف التنفس أثناء النوم والأرق المزمن وصعوبة النوم. كما تقلل مضادات الأكسدة الموجودة في البابونج من مستويات التوتر. يحارب بشكل خاص الاكتئاب الناجم عن انخفاض مستويات السيروتون. مادة التريبتوفان التي تحتويها تعمل على تحسين جودة تدفق الدم إلى الدماغ. هذا يحارب الاكتئاب عن طريق تقليل إفراز هرمون الكورتيزول الذي يفرز في حالات القلق والذعر. كوب من شاي البابونج لصحة الجهاز الهضمي. خصائصه المضادة للبكتيريا فعالة للغاية في علاج مشاكل المعدة والأمعاء. تحفز المركبة الموجودة فيه إنتاج الصفراء، وتحفز عملية التمثيل الغذائي العاملة في الجهاز الهضمي، وتغذي البكتيريا المفيدة في الأمعاء. يزيد تأثير البروبيوتيك من تناول العناصر الغذائية، ويزيل السموم ومسببات الأمراض الضارة من خلال الهضم. المكونات التي يحتويها مفيدة للعديد من مشاكل الجهاز الهضمي، وخاصة التهاب المعدة وقرحة المعدة، وذلك عن طريق تقليل حموضة المعدة. بالإضافة إلى ذلك، يعتبر شاي البابونج مهما جدا لموازنة كمية السكر في الدم. تقلل المركبة الوظيفية الموجودة فيه من تلف الخلايا الذي يحدث عند ارتفاع نسبة السكر في الدم. هذا يحمي البنكرياس. كوب من شاي البابونج ضد الأمراض. يلعب هذا الشاي دورا مهما في علاج التهابات الحلق التي تحدث في العمليات التي يكون فيها جهاز المناعة منخفضا. المواد المفيدة الموجودة فيه تجعل التنفس والتهاب الحلق أسهل من خلال العمل كمضاد حيوي طبيعي، كما أنه يدعم أنسجة الجسم لمنع الضرر الذي تسببه الجذور الحرة. هذا النبات الغني بمضادات الأكسدة يقوي جهاز المناعة في الجسم بمادة البوليفينول وفيتامين سي، ويقي من الأمراض. إذن هل النبات المفيد جدا له أي آثار جانبية؟ من يجب أن يكون حريصا جدا عند إحضاره؟ بادئ ذي بدء، يمكن أن يسبب البابونج، وهو مضاد قوي للالتهابات، عدم الراحة في الأمعاء من خلال إرهاق الجهاز الهضمي عند تناوله بشكل مفرط ودون وعي. من ناحية أخرى، فإن هذا الشاي الذي يهدئ الجسم ويحسن نوعية النوم يمكن أن يسبب أثار
آثاراً جانبية مثل الضعف والكسل والتعب أثناء النهار عند تناوله بكثرة. بالإضافة إلى ذلك، فإن الإقحوانات شائعة في كل منطقة، لكن البابونج المستخدمة في صنع الشاي هو البابونج الروماني والألماني. في الوقت نفسه، يستخدم مستخلص البابونج كمادة خام للعديد من الأدوية اليوم. على هذا النحو، لديه القدرة على التفاعل مع بعض الأدوية. استشر طبيبك قبل إضافة البابونج إلى نظامك الغذائي، خاصة إذا كانت هناك أدوية تحتاج إلى تناولها بشكل مستمر ومنتظم. إذن كم يجب أن تستهلك البابونج في اليوم؟ يوصي الخبراء بتناول كوب من البابونج يومياً 2 إلى 3 أيام في الأسبوع، خاصة خلال فترات الأرق. نظراً لأنه لا يحتوي على مادة الكافيين، يمكن تناوله بسهولة في أوقات معينة من اليوم. من المهم جداً تناول هذا الشاي بدون سكر، وكما هو الحال مع كل شيء عشبي، فإن أخذ قسط من الراحة بعد الاستخدام المنتظم هو الطريقة الأكثر منطقية ومفيدة للاستخدام. في ضوء هذه المعلومات منك، يمكنك إضافة شاي البابونج إلى برنامج التغذية الخاص بك والاستفادة من فوائده على المدى الطويل. إذا أعجبك الفيديو الخاص بنا، فلا تنسى إبداء الإعجاب والاشتراك في قناتنا إذا لم تكن قد اشتركت بعد.